اخبار اليوم. النجم عمرو رمزي الف الف مبروك على العرض اللي احنا شفناه، عرض فني صاحب رساله ذات قيمه. دي التجربه الثالثه لك في قطاع العمل المسرحي اللي هو التلفزيوني. كلمنا عن التجارب السابقه واحدثهم التجربه الاخيره اللي احنا كنا معاك في كواليس العرض. والله الحمد لله احنا كل مره يعني بنعلى يعني زي ما احنا بنقول الحمد لله، وفرقه متماسكه وفرقه كويسه. احنا شعارنا دايما بنقول على نفسنا كده احنا الفرقه. ولينا اغنيه كده دايما بتقول الدنيا ريشه في هوا طايره من غير جناحين، واحنا النهارده سوا وبكره هنكون فين؟ في الفرقه، في الفرقه. فعلمونا او رجعونا للعيال الحلوين دول لايام الجامعه واللي بعد الجامعه بقى، شغل المسرح الحلو بتاع التعاون وان الناس تساعد بعض والناس تقف في الكواليس قلقانه على بعض، والروح دي يعني روح هوايه في عمل قمه في الاحتراف. لان طبعا قناه النهار مرعنا على الموضوع، عامله مشروع كبير بالتنسيق مع نقابه المهن التمثيليه مع الدكتور اشرف زكي وبقيه مجلس النقابه، وعاملين شغل كتير جدا. خليه نحل شغاله بقالها شهور طويله، بدات بتوضيب المسرح اللي انت شايفاه ده، وبدات بانك ان يتصرف على المسرح عشان يبقى لائق بالممثلين والضيوف والجمهور، ويحترم الضروره اللي يبقى فيها حضور حفله. الناس خارجه مسرح، هي راح تتبسط، راح تتفرج، مكان شيك ظريف نظيف، وهي دي كانت المهمه الاساسيه. المهمه الثانيه ان تعمل مشروع كوميدي يعني يضيف للي موجود على الساحه. احنا بننافس منافسه شريفه، بنقدم التحيه دايما في حواراتنا في احاديثنا لكل التجارب السابقه، استاذ اشرف عبد الباقي ومجموعته والتجربه بتاعت تياترو، كل التجارب اللي حصلت قبلينا هي زمايلنا واصحابنا واخواتنا الكبار والصغيرين، واحنا نكمل بعض، وفي الاخر المتفرج هو المستفيد. يعني احنا بنقعد نتعب ونشتغل ونحاول نسعد، والمتفرج هو المستفيد. فالحقيقه دي حسبه يعني انا شايفها عادله. يعني احنا ربنا يدينا موهبه او طاقه معينه، والجمهور ربنا عوضه بيها عن التعب اللي بيشوفه في الحياه. يعني عمرو كان دورك متميز، انت كنت بتمثل الجانب الديني المتشدد، ورغم ان كده دمك خفيف وكنت بترتجل. كلمنا برضو عن الدور بتاعك في العمل. هو انا كل عرض بعمل شخص يعني بختار شخصيه كده، انا والمخرج بالتنسيق مع محمد علام طبعا، يعني كل عرض كده بنقعد نخترع في شخصيه من الورق، ناخدها من الورق ونطور فيها. العرض الاخير بوجي ودمدم ده شخصيه حد بيمثل ان هو متدين او كده، لكن الحقيقه ان هو مش كده خالص، هي عيله كلها مزيفه. فمن ضمن الزيف اللي بيمثل المجتمع يعني او شريحه من المجتمع، من ضمن الزيف اللي ساعات بنشوفه اللي احنا عشناه كام سنه اللي فاتوا، ان في ناس بتصطنع التدين او بتاخد الشكل كده الخارجي وتسيب الجوهر. الجوهر ممكن يبقى يعني خاوي جدا وفاضي، لكن بياخد الشكل الخارجي. بنخش في وسط العيله نعمل نشوف العيله من جوه، ونشوف العلاقات وتعليق الشخصيه دي عليها. هو حد يعني حتى الاسم فيه ايه تحوير شيخون، يعني ان هو شيخ صغير يعني. هو طبعا مش شيخ، مع كل التحيه للشيوخ الحقيقيين يعني، كانوا حد بيحاول يتدارى في الناس المحترمه دي، وبالتالي بيتكشف من اول لحظه، بيبان بقى التفاصيل اللي انت شفتيها دي، الجمهور هيشوفها يستمتع بيها. اكيد عمر العمل بيحمل رساله مهمه جدا. طبعا. افعل ما تحب لكي تحب ما تفعل. كلمنا برضه عن الرساله اللي بيطرحها العمل، وهي قضيه مهمه جدا. العمل بيطرح رساله مهمه زي ما انت قلتي، يعني احب ما تعمل خلاص حتى تعمل ما تحب. والتعليم، تعليم ثم التعليم ثم التعليم. العيله البايظه دي كلها ممكن بنت فيها لو فلحت في التعليم تبقى زي عربيه القطر كده، تجر بقيه العربيات، تجر العيله دي كلها لرؤيه احسن. والعلاقات الاسريه اللي بتبقى بيحصل فيها ساعات هدم على اسباب تافهه او غيره او حقد، او بنتك احسن من بنتي وابنك احسن من ابني والحاجات دي، كل ده العرض بيناقشه في شكل سريع خفيف مدته ساعه، علشان نقول رساله ان يعني مش ممكن هيبقى الخليه الكبيره اللي هي المجتمع ده خلاص يتظبط غير لو الخليه الصغيره اتظبطت، لو الاسره اتظبطت. واهم قضيه عندنا التعليم زي ما انت شفتي. عمرو هتستمر في سلسله هذه التجارب من العروض المسرحيه، ولا هتفكر تغير جلدك وتتجه لشكل اخر من العرض المسرحي؟ هو انا كل عرض يعني جلدي بيتغير بصراحه. يعني احنا كل عرض بنقدم تجربه مجنونه مختلفه يعني. لكن طول ما الجمهور بيدعمنا، وطول ما في اقبال على المسرح زي ما انت شفت النهارده، وزي ما بيحصل بنشوف على السوشيال ميديا قد ايه حجم المشاهدات والاعجاب، يعني طول ما في نجاح الواحد هيستمر.
لغايه لما يبقى فيه بس احساس من لا نغير بقى نجرب حاجه ثانيه. واحنا حتى كل عرض تلاقينا بنجرب حاجه. احنا كل عرض نجرب ان احنا نعمل اغنيه على فيديو بروجيكتور، عرض نجرب ان احنا نصور اغنيه خارجي زي حلو قوي الشو اللي احنا شفناه الاغاني المهرجانات اللي انت عملتها طرقعها كده. وخلي بالك المعلومات اللي في الاغنيه دي كلها سليمه، معلومات تاريخيه صح سليمه جبناها عملناها كده زي الشعر بتاع المهرجانات يعني اذا سمي شعر يعني خلاص. وعملنا بيه اغنيه كده اللي يعني بيحاولوا يعلموا البنت بالطريقه دي. شايف يا عمر مثل هذه التجارب اللي هي العمل المسرحي في التلفزيون سحب البصوات من الاعمال المسرحيه اللي بتقدم على خشبه المسرح زي القومي وغيرها من المسرح؟ لا ابدا طبعا، كل مكان ليه جمهور، كل يعني نوع من المسرح، كل نوع من الدراما، كل نوع من الاعمال سواء تراجيدي او كوميدي او تاريخي في المسرح هتلاقي ليه جمهور، ما بيتاثرش ابدا بنوع تاني. في حد بيحب المسرح فبينزل يروح المسرح، بقاله سنين بيروح المسرح، ملوش دعوه في التلفزيون بيتذاع ولا لا، ملوش علاقه، هو بيحب المسرح، حبه من اللي كنا بنشوفه زمان، مدرسه المشاغبين ورايا وسكينه وسك على بناتك والحاجات اللي تجنن دي، سيدتي الجميله والحاجات الحلوه، العيال كبرت حب المسرح خلاص. فمفيد ان التجربه اللي بتتعمل بجهد برده تتصور، ده مفيد جدا وده فتح الباب ومفيد ان التجربه تستمر بقى، نفضل طول الوقت ما نطنش يعني. فربنا يسهل ان شاء الله والتجربه تفضل مكمله، ونفضل احنا كمان بنقدم اللي الناس عايزاه يعني. ننتقل من المسرح للسينما. ايه اخبار فيلم فوبيا؟ احنا عرفنا ان انت الحمد لله خلص. هيتعرض امتى؟ او فوبيا المفروض في العيد الصغير، يا بعد العيد الصغير حسب رؤيه جهه الانتاج يعني والتوزيع. لانه فيلم لايت كوميدي خفيف وفي شويه سسبنس كده كوميدي، وفي مجموعه كبيره جدا بوكيه لطيف من الابطال يعني رندا البحيري ومريحان حسين ورامي غيط واحمد راتب ونهال عنبر طبعا مع حفظ الالقاب يعني، وسليمان عيد وحسن عبد الفتاح وبدريه طلبه وطفله جنى ومجموعه كبيره جدا الحمد لله، مش عايز انسى حد يعني، علاء مرسي طبعا. فمعمول توليفه لطيفه من الحاجات اللي تقوم فيلم من النوعيه دي، اتمنى باذن الله ربنا يكرمنا فيه ان شاء الله ويلاقي اعجاب الجمهور يعني. انت عامل دور مختلف يا عمر، دمه خفيف بس غريب، مش عايز تتكلم عنه. انا مدرب اسود. قول لي بقى بنزل، انت بتخاف من الحيوانات؟ لا خالص. طيب هتشوفي اصلا عامل شمعهم ازاي في الفيلم يعني، غريب عليا انا نفسي يعني. يعني ان شاء الله تبقى مفاجاه للجمهور يعني باذن الله. اكيد طبعا. الدراما اخبارها ايه؟ الدراما انا متعرض لي دلوقتي مسلسل نوايا بريئه على OSN، على شبكه OSN، وباذن الله يعني طبعا غالبا على قناه النهار ان شاء الله قريب. وهو دور غريب برده عليا شويه، بعمل دور يعني حد كان في الخدمه في الداخليه ظابط وتم فصله من الخدمه لاسباب تمس الشرف يعني، وبالتالي اصبح عباره عن شخص فاسد كده وبيعمل بيزنس من حكايه السلطه دي والكلام ده كله، السلطه الوهميه يعني. فدور غريب قوي عليا وجديد، وربنا يسهل ان شاء الله بقى. ويعني ردود الافعال لغايه دلوقتي يعني حلوه جدا ومستغرباني جدا، بس انا بحب المفاجات اللي من النوعيه دي يعني. ايه اخبار السيزون الجديد في برنامجك؟ لا لسه بقى ما فكرناش في السيزون الجديد، لان لازم لو هنفكر في روابيك هيبقى في شكل متطور اكتر يعني. ان شاء الله ان شاء الله. هتقضي بقى كل سنه وانت طيب اولا يا عمرو عشان شم نسيم، هتقضي فين ولا؟ المنصوره. هتروح فين؟ فسيخ رنجة. أنا رنجة. والبيض الملون. والملايين. طبعا لازم، لكن ما بعملش في فسيخ قوي، لكن رنجة أدوس على طول. على طول. ولازم مع الحاجة وخالاتي وخلاني والبيت وولاد إخواتي لازم يعني. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب.